غسيلو بالدم والحريق. سهل. البواسر توضاو دائما بالماء دافي والصابون وتمسحوا بفوطه. واش ليميديتي الرطوبه ما تخليوهاش. غتاخذوا الزيت البلديه غدهنوا المخرج لداخل وبرا. راه فيلم بروتيكتور ما تبقى ما تجيك لا حكه ولا حتى حاجه. حتى ديك الفيسير انال ما تجيش كون كانوا تيدهنوا بالزيت البلديه لداخل وبرا. المصران كبير راه غليظ راه كبير. المخرج اللي مضيق اذا ملي تنبداو نزحموا حنا ولا عندنا البواسر مزيرينا تيخرج شويه الدم. منين يخرج الدم حمر ما تخلعوا ما والو كيف والو. تخافوا منين يكون طيار المكحل في ديك الساعه تخلعوا وسيروا ديريكت مع الطبيب. الور خاص اول حاجه خاص ما يكونش فيكم القبض. الور باش لا ما كاينش السكر خذوا الشريحه جوج ثلاثه الحبات الشريحه برقوقه ديال الطاجين داك الحمر. الور قبل الفطور قبل الخدمه الزوينه هي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس. ولا ما قدرتوش على الاقل قبل النعاس وقبل الفطور. راه الزحمه الاولى اللي كاين في الكرش غيخرج تهناو. لا كاين فيكم السكر خذوا الثلثين ديال سنا حرام ثلث الورد البلدي وكونوا قريب للفي سي باش ما يشوهكمش. دونك تهنينا حنا دابا من القبض او من اللي معصوم ولا اللي مقبوط. ودرنا ان فيلم بروتيكتور لانيوس باش ما حميناه وكل شيء وما بقى تقيسوا حتى حاجه. اش غيبقى خاصنا؟ اشنا هو السبب ديال البواسر؟ البواسر مشكل ديال العروقه. دونك خاصنا الدواء العروقه. هضرنا على الدواء العروقه اللي اشنا هو الجانكو بيلوبا لوبيبين اللي هو الزعرور الورق ديال الداليا الحمراء فوي دو فين روج مريوت الورق ديال الزيتون والمارونيي داندرا غير عند الاختصاص ما يلقاوش في السوق. اذا هادو حوايج ديال العروقه. السيده اللي عندها المرض خبيث راه تقيد هاد اللي عندها المرض ما عندوش دوجوز كمان اللي عندهم مشكل احلام الور تقيد هاد الوصفه راه حتى هي غتحتاج هاد الوصفه المناعه لا لا ميكرو سيركولاسيون البروبليم فينو عاد باش غنجيو المناعه واخا. الور سؤال اخر الور نمشيو نوره مثل كيس كتقول الاخت ديالها عندها ليكوات وتيسيروا لها بالدم. لا ما عندهاش ليكوات عندها ليزيمرويد. لا هي باش يسيل بالدم. لا الكواتر ما يسيلش. عندها ليزيمرويد هي باش جاو دابا ما عندهاش كواتر. سؤال اخر جاوبنا على دونك الخطوط اللي كتكون فقدان ليفيرجيتور. الور ليفيرجيتور عندنا اللوايه اللي مسمومه اللوايه اللي تتكون في الجرادي. اللوايه ديال الارض ما مسموماش ولكن اللوايه اللي تطلع ليير غرامبون اللي تتكون في الجرادي راه مسمومه. اول حاجه شامبوان ناتوريل طبيعي ما تيرغويش ولكن تيحيد الوسخ كله من الشعر ولا من فروه الراس دونك من الجلده. ثانيا ضد لي ميكوز اي شامبينيون. ثالثا تعطي قتله لا سيلوليت. اختصاص الفيرجيتور. الور الفيرجيتور كي غيديروا ليه؟ غياخذوا اللوايه غياخذوا الداليا الحمراء غياخذوا الجانكو اللي هضرنا عليه دابا والزعرور غيطحنوا هادشي كامل يردوه بودره. اللوايه تكون على الاقل 50% ديال المسحوق. زيدوا عليه الزيت البلديه حركوا مزيان طلعوا فوق السطح ديروا شي حاجه درقوا عاد باش ما تضربوش الشمس ديريكتومون. ديروا جورنال ديروا ميكاك حلال اللي بغيتوا وكون نهار تحركوا ديك القرعه. الخدمه الواعره هي تحركوها الصباح وعشيه تحطوها في ديك التسعود ديال الصباح دير ديك الربعه ولا الخمسه ديال العشيه تحيدوها من فوق السطح. ويوميا القانون تيقول لك على الاقل 40 يوم. انتم ما عندوش 40 يوم غير ال 10 ايام الاولانيه صفيو شويه وردوا القرعه لبلاصتها وخليها تضربها الشمس. هذاك الزيت دهنوا به البلاصه اللي عندكم فيها فيرجيتير ولا سيلوليت ولا ميكوز ولا شامبينيون راه الرحمه ودقه بطله. غسيلو بالدم والحريق. سهل. البواسر توضاو دائما بالماء دافي والصابون وتمسحوا بفوطه. واش ليميديتي الرطوبه ما تخليوهاش. غتاخذوا الزيت البلديه غدهنوا المخرج لداخل وبرا. راه فيلم بروتيكتور ما تبقى ما تجيك لا حكه ولا حتى حاجه. حتى ديك الفيسير انال ما تجيش كون كانوا تيدهنوا بالزيت البلديه لداخل وبرا. المصران كبير راه غليظ راه كبير. المخرج اللي مضيق اذا ملي تنبداو نزحموا حنا ولا عندنا البواسر مزيرينا تيخرج شويه الدم. منين يخرج الدم حمر ما تخلعوا ما والو كيف والو. تخافوا منين يكون طيار المكحل في ديك الساعه تخلعوا وسيروا ديريكت مع الطبيب.
الور خاص اول حاجه خاص ما يكونش فيكم القبض الور باش لا ما كاينش السكر خذوا الشريحه جوج ثلاثه الحبات الشريحه برقوقه ديال الطاجين داك الحمر الور قبل الفطور قبل الخدمه الزوينه هي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس ولا ما قدرتوش على الاقل قبل النعاس وقبل الفطور راه الزحمه الاولى اللي كاين في الكرش غيخرج تهناو لا كاين فيكم السكر خذوا الثلثين ديال سنا حرام ثلث الورد البلدي وكونوا قريب الفيسي باش ما يشوهكمش دونك تهنينا احنا دابا من القبض او من اللي معصوم ولا اللي مقبوط ودرنا ان فيلم بروتيكتور لانيوس باش ما حميناه وكل شيء ما بقى تقيسوا حتى حاجه اش غيبقى خاصنا اشنا هو السبب ديال البواسر البواسر مشكل ديال العروقه دونك خاصنا الدواء العروقه هضرنا على الدواء العروقه اللي اشنا هو الجانكو بيلوبا لوبيبين اللي هو الزعرور الورق ديال الداليا الحمراء فوي دو فين روج مريوت الورق ديال الزيتون والمارونيي داند راه غير عند الاختصاص ما يلقاوش في السوق اذا هادو حوايج ديال العروقه السيده اللي عندها المرض خبيث راه تتقيد هاد اللي عندها المرض ما عندوش دو جوسكا مانوا اللي عندهم مشكل احلام الور تقيد هاد الوصفه راه حتى هي غتحتاج هاد الوصفه المناعه لا لا ميكرو سيركولاسيون البروبليم فينو عاد باش غنجيو المناعه واخا الور سؤال اخر الور نمشيو نورا مثلا كيف كتقول الاخت ديالها عندها ليكوات وتيسيروا لها بالدم لا ما عندهاش ليكوات عندها ليزيمرويد لا هي باش يسيل بالدم لا الكواتر ما يسيلش عندها لي زيمرويد هي باش جاو دابا ما معندهاش كواتر سؤال اخر جاوبنا على دونك الخطوط اللي كتكون فقدان لي فيرجيتور الور لي فيرجيتور عندنا اللوايه اللي مسمومه اللوايه اللي تتكون في الجرادي اللوايه ديال الارض ما مسموماش ولكن اللوايه اللي تطلع ليير غرامبون اللي تتكون في الجرادي راه مسمومه اول حاجه شامبوان ناتوريل طبيعي ما تيرغويش ولكن تيحيد الوسخ كله من الشعر ولا من فروه الراس دونك من الجلده ثانيا ضد لي ميكوز اي شامبينيون ثالثا تعطي قتله لا سيلوليت اختصاص الفيرجيتور الور الفيرجيتور كي غيديروا ليه غياخذوا اللوايه غياخذوا الداليا الحمراء غياخذوا الجانكو اللي هضرنا عليه دابا والزعرور غيطحنوا هادشي كامل يردوه بودره اللوايه تكون على الاقل 50% ديال المسحوق زيدوا عليه الزيت البلديه حركوا مزيان طلعوا فوق السطح ديروا شي حاجه درقوا عاد باش ما تضربوش الشمس ديريكتومون ديروا جورنال ديروا ميكاك حلال اللي بغيتوا وكون نهار تحركوا ديك القرعه الخدمه الواعره هي تحركوها الصباح وعشيه تحطوها في ديك التسعود ديال الصباح دير ديك الربعه ولا الخمسه ديال العشيه تحيدوها من فوق السطح ويوميا القانون تيقول لك على الاقل 40 يوم انتم ما عندناش 40 يوم غير ال 10 ايام الاولانيه صفيو شويه وردوا القرعه للبلاصه وخليها تضربها الشمس هذاك الزيت دهنوا به البلاصه اللي عندكم فيها فيرجيتور ولا سيلوليت ولا ميكوز ولا شامبينيون راه الرحمه ودقه بطله دونك تهنينا احنا دابا من القبض او من اللي معصوم ولا اللي مقبوط ودرنا ان فيلم بروتيكتور لانيوس باش ما حميناه وكل شيء ما بقى تقيسوا حتى حاجه اش غيبقى خاصنا اشنا هو السبب ديال البواسر مشكل ديال العروقه دونك خاصنا الدواء العروقه هضرنا على الدواء العروقه اللي اشنا هو الجانكو بيلوبا لوبيبين اللي هو الزعرور الورق ديال الداليا الحمراء فوي دو فين روج مريوت الورق ديال الزيتون والمارونيي داند راه غير عند الاختصاص ما يلقاوش في السوق اذا هادو حوايج ديال العروقه السيده اللي عندها المرض خبيث راه تتقيد هاد اللي عندها المرض ما عندوش دو جوسكا مانوا اللي عندهم هادي احلام الور تقيد هاد الوصفه راه حتى هي غتحتاج هاد الوصفه المناعه لا لا ميكرو سيركولاسيون البروبليم فينو عاد باش غنجيو المناعه واخا